اللي موجوده بها سابونين جلايكوسايد فاصوليا وغيرها، بناخذها اورالي مو توكسيك، بس اذا اخذناها انجكتابل راح تكون كلش توكسيك. ليش؟ لان الانجكتابل يسوي لنا مثل ما قلنا هسه قبل شويه. تمام، عندنا نوعين من السابونين جلايكوسايد، عندنا نوع نسميه الستيرويدال سابونين ونوع نسميه شنو البنتاسايكليك. اذا تو تايب من الستيرويدال جلايكوسايد، تو تايب اللي هو شنو ستيرويدال. هذا الستيرويدال متكون من 25 كربون اتوم. زين البنتاسايكليك متكون من شنو؟ من 30 كربون اتوم. زين بنتاسايكليك متكون من 30 كربون اتوم، ستيرويدال من 25 كربون اتوم. زين هسه راح نجي ان ديتيلز نشرح الستيرويدال سابونين جلايكوسايد والبنتاسايكليك سابونين جلايكوسايد ان ديتيلز، نشوف شنو الفرق بيناتهم بالستراكشر وباقي الشغلات. تمام، طبعا اثنيناتهم خلينا نشوف الستراكشر مالتهم قبل كل شيء. باعوا اللينكج وين؟ اثنيناتهم نفس اللينكج، نفس اللينكج بالموقع ثلاثة، موقع ثلاثة يصير عندي اللينكج. هذا اللينكج معناته الجلايكوسيليك لينكج، هنا شوجر يرتبط بيها شوجر، ليش سميناها جلايكوسايد غير بيها شوجر؟ موقع ثلاثة يصير الاتاتشمنت اوف شوجر. زين عندنا امثلة على السابونين جلايكوسايد، على الستيرويدال سابونين عندنا مثل عندنا الدايوس جينين الهيكوجينين، عندنا الجينسينج، عندنا البانكس جينسينج، عندنا الاريثروكوكس جينسينج. هذني اكزامبلز على الستيرويدال اجلايكان. زين ستيرويدال سابونين، هذني ستيرويدال سابونين. تمام، البنتاسايكليك الامثله عليه هي شنو؟ الجلاسريزا جلابرا اللي هو عرق السوس، الكويليا بارك، عندنا السينيج روت، الجولدن روت، عندنا السنتلا، عندنا الايفي. تمام، هذا الاكزامبل على الستيرويدال وعلى البنتاسايكليك. هنا نجي الميديسينال امبورتنس. الميديسينال امبورتنس اقصد بها ان جنرال ميديسينال امبورتنس مال الستيرويد بشكل عام، سابونين جلايكوسايد. مو احنا قلنا تو تايب يشتغل بريكرسر للهرمونز، سواء سكس هرمونز سواء كورتيكوستيرويد هرمونز. والتايب الثاني البنتاسايكليك يعني له هوايه يوز صراحه. زين بس الموست كمان اللي هو شنو اكثر البنتاسايكليك تشتغل للكف. زين برودكتيف كف تسوي اكسايتيشن للبرونكايل، زين برونكايل ابيثيليوم، بالتالي تسوي لنا اكسبكتوريشن. زين اكسبكتورنت يعني مثل عندنا الجلايسريزا جلابرا، زين عرق السوس تشتغل للكف، مثل عندنا الاي في سيراب العفو اللي هو بروسبان، زين يشتغل للكف، عندنا السينيج روت، زين يشتغل للكف. هذني يعتبرن بنتاسايكليك. اما قلنا البريكرسر للهرمونز، الميجر سورس مال الهرمونز synthesis of hormones اللي هي الدايوسكوريا species اللي هي تعتبر من شنو؟ ستيرويدال سابونين. زين ستيرويدال سابونين عندنا الدايوسكوريا، قلنا عندنا الهيكوجينين، عندنا الجينسينج وغيرها. تمام، هاي الميديسينال امبورتنس. عندنا هسه نجي على الستيرويدال سابونين، هاي الميديسينال امبورتنس ان جنرال، نا ان جنرال يعني ما محدد اني يا نوع من يعني يا نبات من عندهم. زين هسه نيجي على الستيرويدال سابونين. ستيرويدال سابونين قلنا الستيرويدال سابونين هي less widely distributed than pentacyclic. البنتاسايكليك كلش distributed، هوايه species تحتوين على البنتاسايكليك سابونين. اما الستيرويدال موجوده ببعض السبيشيز مثل عندنا الدايسكوريا، مثل عندنا السولاناسي اللي تحتوينا على الالكالويدال ستيرويدال الكالويد، عندنا السيميلاراسي هذا اللي يحتوينا على
والأجاباسي هاي تحتوي على الستيرويدال سابونين، أما البقية يعني تكون كلش نادرة موجود بها الستيرويدال سابونين. هسه نجي على وحدة وحدة من الستيرويدال سابونين، عندنا الدايسكوريا. دايسكوريا هي قلنا شنو دايسكوريا، شنو الميجر امبورتنس مالتها، الميجر امبورتنس مال دايسكوريا شنو؟ هسه قبل شوي حكيتها. دكتور اللي بالهرمون يعني سورس مال الهرمون سورس اوف هرمونز، زين؟ يعني شنو سورس اوف هرمونز؟ سورس اوف هرمونز يعني اليوزز مالتها تستخدم كبريكيرسر، يعني للسينثيسيس. شلون يصنعون الهرمونات؟ شلون يصنعوها؟ يصنعوها يجيبون الدايسكوريا بها شنو؟ دايس جنين. دايس جنين يعتبر شنو؟ نفس ستراكشر مال الهرمونز اللي موجوده بجسمنا، نفس ستراكشر مال السكس هرمونز الاستروجين والبروجسترون، زين؟ فشويه يسوي لها موديفيكيشن، زين؟ يسوي لها موديفيكيشن وتصير عباره عن سكس هرمونز او كورتيكوستيرويد هرمونز، زين؟ فهي الدايسكوريا تعتبر الميجر سورس اوف سينثيتيك هرمون، زين؟ او سيمي سينثيتيك هرمون. شنو الفرق بين سينثيتيك وسيمي سينثيتيك؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق بين سينثيتيك والسيمي سينثيتيك؟ من يعرف؟ دكتور سينثيتيك يعني مصنع يعني 100% مصنع، بس سيمي سينثيتيك يعني مصنع من مواد يعني طبيعية. سينثيتيك مصنع من مواد غير طبيعية، سيمي سينثيتيك مصنع من مواد غير طبيعية وطبيعية. يعني سيمي سينثيتيك شويه سووا له موديفيكيشن، سووا موديفيكيشن للستراكشر الموجود عندنا، زين؟ سووا موديفيكيشن للناتشرال ستراكشر الموجود عندنا سموه سيمي سينثيتيك. اما السينثيتيك هو توتالي سينثيتيك، صنعونه بالمختبر، تمام؟ قبل شوف الدايسكوريا سبيشيز يسموها المكسيكان يام، زين؟ او الدايسكوريا يام، هذني قبل بالسبعينات كانت هي ميجر سورس لل، خلينا نقول الكونتراسبتيف، سانثيس اوف كونتراسبتيف، مانعات الحمل، زين؟ ميجر سورس. هسه بالجديد لا، قاموا يسموها يصنعوها سانثيتيك وقاموا ياخذون غير سورسات. ليش؟ لان دايسكوريا مو كلش بيور 100%، زين؟ مو كلش بيور 100% حتى يصنعونها، يعني حتى خلينا نقول يعني يسوي لها، يعني اكو سبيشيز انقى من عندها، زين؟ لان دايسكوريا مرات تكون بيها امبيوريتيز كلش عاليه، زين؟ هاي بالنسبه للمكسيكان يام او اللي هي الدايسكوريا. نجي على السبيشيز الثاني من الدايوس جنين اللي هو شنو؟ الهيكوجينين. الهيكوجينين هو هذا الموست بيور فورم، هاي الدايسكوريا، زين؟ قلنا لكم شلون يستخلصون الدايس جينين من عندها، اما يسوي له فرمنتيشن او عن طريق الهايدروليسيس، زين؟ بس شافوا الفرمنتيشن ينطي بيتر ريزلت، زين؟ الهيكوجينين، هسه اخذنا الدايس جينين، دايسكوريا سبيشيز يعني الدايس جينين، الهيكوجينين يعني السيسال. سيسال يعني الهيكوجينين، دايسكوريا يعني دايوس جينين، تمام؟ الهيكوجينين، زين؟ هذا يستخدم للسيمي سينثيسيس اوف كورتيزون هنا للكونتراسبتيف بيل، زين؟ اللي هو الدايوس جينين، زين؟ يستخدمونه للسينثيسيس اوف كونتراسبتيف بيل، تمام؟ نجي السبيشيز الثالث، السبيسيز الثالث مال نسميه الستيرويدال اجلايكان او الستيرويدال سابونين اللي هو سارسباريلا، زين؟ سارسباريلا طبعا نبات كلش كومن، اليوز مالته كلش هوايه، زين؟ بس هسه افضل يوز انه يعني يستخدم بالسكين كير، السيكشوال درايف، انكريز بالسيكشوال درايف، واز هرمونال بالانس، يعني موجود ببرودكتات
اللي هي تعتني البرودكتات اللي تهتم بالسكين كير بالهرمونال بالانس. زين هاي استخدام السارسباريلا هوايه هوايه يوزز لها. زين نجي على اهم سبيشيز بالستيرويدال اجلايكان، اهم واحد اللي هو الجينسينج. زين الجينسينج، سامعين بالجينسينج؟ من سامع بالجينسينج؟ جينسينج ما سامعين بيه؟ جينسينج ما حد مطبقه في صيدلية؟ ما حد مطبقه في صيدلية؟ جينسينج. شوفوا الجينسينج عندنا نوعين أو ثلاث أنواع، بس إحنا اللي عندنا بالعراق هو نوعين. لا الجينسينج ما له علاقة باليانسون. زين الجينسينج ما له علاقة باليانسون. الجينسينج نبات، هو اسمه نبات الجينسينج. تو تايب عندنا، عندنا البانكس جينسينج اللي هو الكوريان جينسينج اللي هو أحسن شيء، وعندنا الأمريكان جينسينج. زين اللي هو يسموه الليثيروكوكس. الجينسنج العادي هم عندنا موجود. زين شنو فوائد الجينسنج وشنو بي الجينسنج؟ الجينسنج طبعا نستخدمه، هو الروت، الروت هو اللي يحتوي على الاكتيف انجريدينت، يسميه جينسو، نسميه جينسو او جينسو بايوسايت. زين او جينسينو بايوسايت، جينسينو بايوسايت اللي هو الجينسينج. زين اللي هو الاكتيف فورم اللي هو يحتوي على ستيرويدال ساكونين. زين البانكس جينسينج طبعا هو الكوريان جينسينج، هو اغلى شيء. زين موجود بهوايه برودكتات، كل السبلمنت تروح على الصيدليه وافتح السبلمنت، خانه مال السبلمنت. زين اقرا سبلمنت مال دماغ، ايش راح تلقي بالمكونات؟ تلقي مكونات جينسينج. شوف سبلمنت مال ما فيرتيليتي، خلينا نقول شوف راح تلقى بالمكونات جينسينج او بانكس جينسينج. زين شوف سبلمنت مال ديابيتس، زين راح تشوف تلقى بانكس جينسينج. شوف سبلمنت مال اي سبلمنت، يعني اكثرها اكثر السبلمنت تحتوي على الجينسينج. زين اما بانكس جينسينج او جينسينج عادي او امريكان جينسينج وات ايفر، سايبيريان جينسينج هم اكو. زين اللي هو الجينسينج الروسي. زين هو سايبريان جينسينج يسمونه الليثيروكوكس. تمام استخدامات الجينسينج طبعا هواي الاستخدامات، الموست كمان احنا نسميه ادابتوجينيك، ادابتوجينيك موليكول. يعني شنو ادابتوجينيك؟ ادابتوجينيك يعني انتي ستريس. زين انتي فاتيك، تعطينا انرجي، تعتبر سيكشوال بوستر، انكريز بالسيكشوال درايف، بنفس الوقت تعالج لنا الانيميا، تعالج لنا الديابيتس، لها فيت فانكشن كلش حلو على الديابيتس خاصه الديابتيك نيوروباثي. هواي لها استخدامات بعد، انكريز بالستامينا. زين هذين اليوزز مال الجينسينج هاي تعرفوها انتم بالمستقبل، تكونكم تعرفوها ان شاء الله. زين هسه خلصنا الستيرويدال سابونين. زين احد عنده سؤال على الستيرويدال سابونين؟ ما ابي افيد شيء ذاك يعني كلها هيك يعني. ترى العفو بس عندي سؤال، دزت رابط بالشات. هذا مو رابط، هذا مال الوايت بورد، هاي اللي يسموها شنو؟ هاي مال الجام بورد، هاي الشخابيط اللي شخبطها على الشاشه، هذا الرابط مالته هو يجيكم تلقائيا. اها تمام. يعني من تريد تراجع المحاضره تراجع التسجيل مالته، هاي الشخابيط تلقيها وياها. زين تمام شكرا يجيكم. هسه عرفنا، احد عنده سؤال على الستيرويد او سافونين؟ احد كنا افتهمنا ستيرويد او سافونين؟ حد عنده سؤال دكتور؟ نعم
بالاسترياض الدايسكوريا اللي اسمه ثايسينيت اللي ذكرت به موانع الحمل الكونتراكتيف مود. يعني احنا شلون نعرف انه ثايسينيت مواد طبيعية او مصنعة يعني، والمواد الطبيعية الغير مصنعة على اساس تصنف هيج؟ يعني شلون؟ يعني سيمي ثايسينيت والنثايسينيت ثايسينيت يعني على اساس تصنف هيج؟ يعني شلون على اساس هو الصنع مالتها قبل السبعينات كان السورس مال الصنع مال هاي السوالف الكونتراسبتيف كان السورس مالتها دايسكوريا يام مكسيكان بالذات زين وراها شافوا انه اكو امبيوريتيز زين اكو مرات يصير الكالويدال امبيوريتيز زين فحولوا على خلينا نقول ساينثيتك فولي ساينثيتك فولي ساينثيتك كونتراسبتيف زين هاي لحد السبعينات هسه لا كلها دا تجيك ساينثيتك تمام حتى الكورتيزون كورتيزون دا يصنعونه اما سيمي ساينثيتك او ساينثيتك تمام هاي احنا يعني ما نتدخل بيها ما نعرف احنا نجي المصنع ما نعرف انه هو مصنعين ساينثيتك ولا سيمي ساينثيتك ما ينكتب بالليفلت ما ينكتب بالباكج زين هاي شغلات خاصه بالمصنع يا هو اللي يصرف له يا هو الكوست مالته ارخص هو يصنع تمام يعني مو فد شيء تمام بعد دكتور. سؤال احد عنده سؤال بعد دكتور بلا زحمة، بس إعادة للميديكال امبورتنت الجنرال. in general medical importance عندنا الستيرويدال سافونين الميجر يوز مالته هو هرمونز بريكارسر للهرمونز زين بريكارسر للهرمونز سواء سكس هرمون سواء كورتيزون وغيره عندنا البنتاسايكليك الميجر يوز مالته هو للكف زين in general يعني in general product of cough ليش نسوي لنا اكسايتيشن للبرونكايال سموث ماسل اكثيريال ماسل زين بالتالي شو يسوي لنا؟ يسوي لنا اكسبكتوريشن مثل عندنا الجلايسريز جلابرا القصوص عندنا السينيج عندنا الاي في ذني كلها بنتاسايكليك تراتربينويد تمام قلنا الستيرويدال سابونين هو شنو؟ هو بريكرسر للهرمونز سواء اني تايب اوف هرمونز اللي موجوده بداخل جسمنا زين مثال على الاسترود والسابونين قلنا لكم الدايسجينين والهيكوجينين هذن الميجر سورس مع الهرمون سارس باريلا ما تعتبر سورس اوف هرمون اذا لا هي ولا الجنسنج حتى الجنسنج ما يعتبر سورس اوف هرمون فقط عندنا الدايسجينين والهيكوجينين ذني الميجر سورس تمام بعد احد عنده سؤال اكتبهم بالتعليقات اللي عنده سؤال خليه يحكي ما اقدر يعني كل شوية بعض التعليقات اوكي هسه نيجي على البنتاسايكليك خلصنا الجنسنج البنتاسايكليك تراتربينويد ستيرويد زين مثل عندنا هسه قبل شوية قلناها الليكورايس اللي هو عرق السوس كويليا بارك ما بها ذيك الميديكال امبورتنس زين والسنتلا زين هسه نيجي على الليكويرايز منو يعرف استخدامات السوس او عرق السوس منو شاربه منو يعرفه منو يعرف التراديشنال يوز مالته احد يعرف السوس لشنو يستخدم لشنو نستخدم السوس للسعال الكف اي غيرها لشنو نستخدم السوس؟ ما تعرفون السوس لشنو يستخدم؟ دكتور إذا صار يعني الجهاز الهضمي يستخدم يعني حالة تسمم الجهاز الهضمي، شو يسوي بالجهاز الهضمي؟ مهدئ يعني مثل مهدئ هيك شيء شلون؟ يكون مهدئ يعني بالجهاز الهضمي مثل الصرح الموضة بالمعدة اي انتي السر نسميه انتي السر زين عافية الجهاز الهضمي هو الميجر يوز مالته للجهاز الهضمي انتي السر نسميها زين يمنع عنا الالسر اللي تصير عندنا بالستمك
زين بعد شنو اليوز اللي عنده؟ دكتور، والبشرة من تفتح البشرة هم؟ البشرة لا يعني مو ديك ال دكتور، ما يستخدم ضغط الدم؟ يرفع ضغط الدم، يرفع ضغط الدم، دير بالك تستخدم سوس الواحد عنده هايبرتنشن زين، تعلق الهايبرتنشن مالته زين، اي بيشنت زين او اي واحد عنده ضغط ما يصير ياخذ سوس. ليش؟ لان الليكورايس بي مينرال وكورتيكويد اكتيفيتي زين، بالتالي يسوي نو ووتر اند صوديوم ريتينشن، راح يصعد عندنا البلاد بريشر زين، فممنوع نعطي للبلاد بريشر زين. السوس اهم استخدام له هو انتي انفلاماتوري زين، انتي انفلاماتوري كلش استخدام واسع للسوس، حتى السكوربيون بايت لدغة العقرب هم يستخدمون لها سكوربيون بايت، يستخدمون لها هذا شو اسمه سوس زين، بس هو الميجر للجي اي تي از بريفنشن اوف اوبتيك السر، وبالنسبه للانتي انفلاماتوري حتى هسه قاموا يستخدمونه كبديل للستيرويد الكورتيكوستيرويد خاصه باليروماتويد ارثرايتس وغيرها زين. وليش؟ لان بي يعني مينرال وكورتيكويد اكتيفيتي كلش عاليه، يعني بي انتي انفلاماتوري كلش عاليه. هذا الليكورايس دكتور، ان يعني انت انفلاماتوري بس للجي اي تي لو بشكل عام؟ لا ان جنرال، ان جنرال لا تمام. احنا بالجي اي تي باوع، بالجي اي تي مو يشتغل فقط انتي السر، يعني من عندنا الالسريشن تمام. تمام دكتور. بقى نيجي على الساينتفك نيم، طبعا نسميه جلايسريزي كلابرا. الاكتيف انجريدينت عندنا الجلايسريزين، جلايسريزين طبعا هاي ماده متكونه من هو الصوديوم البوتاسيوم والكالسيوم سولت مال جلايسيريتيك اسيد زين، احلى من الشوجر، ماده احلى من الشوجر 150 مره زين. منو ضايق السوس؟ منو ضايق السوس؟ حلو الامور بالبداية تحس بطعم هيك مرورة بعدين يصير حلو زين، إيه بالبداية يصير شوية مثل الطعم اللي هيك مر بعدين يصير حلو. هاي الحالة مالته نتيجة الجلايسريزين. فقبل كانوا يستخدمون فلافرنج ايجنت، فلافرنج ايجنت وين؟ فلافرنج ايجنت بصنع هذني الحلويات وغيرها. قلنا الاكتيف انجريدينت مالته هو جلايسيريزين اللي هو الصوت مال جلايسيرينيك اسيد او جلايسيريتيك اسيد، ويحتوي ذلك على التيربينويد زين. الجي اي تي افكت مالته نتيجه الفلافينويد، فلافينويد الكونتنت زين، اللي هي اللوكوريتين الايزولوكوريتين واللوكوريتيجينين، هذني هن المسؤولات عن الجي اي تي افكت مال الانتي جاستريك زين، مال السافوني تمام. الفلافينويد حتى اللون الاصفر سببه هو شنو؟ سبب اللون الاصفر للليكويد مالته هو سببه الفلافينويدال كونتنت زين. الاكشن واليوزز قلناها قبل شويه زين، اي انتي مايكروبيال وسبازمولايتك، عندنا اهم شيء الانتي السرينوجينيك اكتيفيتي للجي اي تي زين، والانتي انفلاماتوري زين، انتي انفلاماتوري يستخدمون البيبتيك السر، يعني واحد عنده بيبتيك السر، بيبتيك السر عن القرحه زين، نقدر نستخدم له الكلاسريزا جلابرا زين. هاي الروماتويد ارثرايتس ليش؟ لان عنده انتي انفلاماتوري عاليه كلش عاليه زين. شوف هنا كوشن، excessive consumption of liquorice lead to hypertension and water retention، يعني لو واحد اخذ كميات كبيره من الليكوراس ممكن يصير عنده هايبرتنشن، ممكن يصير عنده ووتر ريتنشن زين. ليش؟ لان المينرال كورتيكيد اكتيفيتي كلش عاليه، بالتالي كونترا اندكيتد بالبريجننت وومن، كونترا اندكيتد بالهايبرتنشن، كونترا اندكيتد بالكدني ديزيز، وكونترا اندكيتد بالديجوكسين بيست ميديكيشن، يعني اللي ياخذ ديجوكسين
زين، يعني اللي ياخذ ديجوكسين وقلبه تعبان فما راح نعطيه سوس احنا. هو سوس اصلا بلا شيء زايد لنا المينرال كورتيكويد اكتيفيتي ويسوي لنا صوديوم اند ووتر ريتينشن، تمام، زايد لنا البلاد بريشر. زين، فما نقدر نعطي اي واحد عنده كدني ديزيز، اي واحد عنده هايبرتنشن، اي واحد عنده ديجوكسين ياخذ ديجوكسين وغيره، تمام، مفهوم. نيجي السنتلة، السنتلة تشوفون البرودكتات مال الفاريكوز فين، اي برودكت للفاريكوز فين تلقون بالانجريدينت مالته سنتلة. زين، سنتلة تشتغل تونر، سكين تونر، يعني زايد لنا التون مال السكين، زايد لنا شنو؟ زايد لنا التون مال السكين، هذا اليوز مالتها، زايد لنا التون مال السكين. بالتالي نشوفها بالكوزمتكس بريبريشن، نشوفها الباريكوس فين بريبريشن. زين، وكذلك نشوفها وين، وين نشوف السنتلة؟ بال انتريوماتيك ايتمات المفاصل دائما نشوف بها سنتلة. زين، الساينتفك نيم سنتلة اسايتيكا، اسايتيكوسايد هو الجلايكوسايد الاكتيف انجريدينت. زين، هسه خلصنا الستيرويدال سابونين وخلصنا البنتاسايكليك سابونين. اكو احد عنده سؤال على الستيرويدال سابونين على البنتاسايكليك سابونين؟ اكو احد عنده سؤال ستيرويدال سابونين وبنتاسايكليك سابونين؟ طيب ممكن اعدل البنتا سايكليك؟ بنتا سايكليك، بنتا سايكليك قلنا كم وحده راح نشرح؟ جلايسريز جلابرا كويليا بارك ما بها ذيك الميديسينال يوز القويه، وعندنا السنتلا. زين، عندنا الاي في، الاي في راح ناخذه بالفايتوثيرابي. زين، يعني مو ذاك التركيز. والسينيجيد راح ناخذه وين؟ ناخذه بالالكلويد. زين، عندنا الليكويرايز او جلايسريزا جلابرا، جلايسريزا جلابرا هو شنو؟ عرق الصوص. وين استخدم؟ بالريسبيراتوري سيستم وبالسترونتستينال تراكت، ايه وقابلية ايضا يشتغل كأنتي كانسر. عفوا، زين، انتي انفلاماتوري، انتي السيروجينيك، يستخدم بعد شنو؟ الاكتيف انجريدينت هو الجلايسرزين. زين، ليش متكون الجلايسرزين؟ جلايسرينيك اسيد او جلايسريتيك اسيد ويا بوتاسيوم او كالسيوم صولت. قلنا المادة أحلى من الشوكر 150 مرة، تمام. الميديسينال فاليو مالتها عندنا إما تكون عن طريق الجليسرزين، زين، أو عن طريق الفلافونويدال كونتنت اللي هي الليكوريتين، أيزوليكوريتين، الليكوريتيجينين. زين، هذني مسؤولة عن الفلافونويد، مسؤولة عن الكلر ومسؤولة عن الأنتي ألسر إفكت مالتها، وبنفس الوقت الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي مالته كلش عاليه نتيجه المينرال كورتيكويد اكتيفيتي. بالتالي ممكن نستخدمها لاي انتي لاي انفلاماتوري ديس اوردر، وبنفس الوقت السايد افكت مالته عالي. ليش؟ لان هو سوى لنا صوديوم ووتر ريتينشن، كنا زايد لنا بلود بريشر، ممكن زايد لنا الاديما. بيشنت عنده اديما ما اروح انطي اني سوس او بلايسرزين. زين، تمام. السنتلا قلنا السنتلا اللي هي السنتلا اسايتيكا. زين، الاكتيف انجريدينت اسايتيكوسايد واذر تربينويد، نستخدمها از سكن تونر، نشوفها بالسكن بريبريشن، كوزمتيك بريبريشن. زين، تونر زيد التون مال السكن. زين،
وبنفس الوقت عندها انتي انفلامتري نشوفها بالريوماتويد ارثرايتس، الايتمز فور ريوماتويد ارثرايتس وغيرها. تمام. دكتور القصوص ممكن يستخدمها كهايبرتنسيف؟ شلون؟ ممكن يستخدم القصوص كهايبرتنسيف؟ احنا ماكو فد شيء اسمه هايبرتنسيف. زين. يعني مثلا شخص عنده اسمها انخفاض بالضغط، هاي هاي ممكن تراديشنالي ممكن. زين تراديشنالي. زين اما كشيء ساينتفك ساينتفك لا، ساينتفك الواحد عنده انخفاض بالضغط ممكن نشد له نورمال سلاين. يعني مو ديزيز، انخفاض ضغط مو ديزيز. زين ممكن ترى يعود املاح، ياكل املاح. زين ياخذ في دايت ريتش ان سولت، يرجع شو اسمه، يرجع البلد بريشر مالته طبيعي. زين هي ماكو فد مشكله، يعني ماكو فد مشكله. واحد عنده انخفاض بالضغط وياخذ جلاس ريزك لابرا ما راح يصير عندنا مشكله. زين يعني اوريدي هو عنده انخفاض. تمام. نيجي اذر ستيرويد. اذر يعني اذر يعني ما لها علاقه لا بالستيرويدال سابونين ولا لها علاقه بالبنتاسايكليك سابونين. زين مثل عندنا الويثينالويد، وثينا سامونيفيرا نسميها الاشواغندا. زين هاي الوثينا سامونيفيرا طبعا هي هاي خاصه يعني نبات يعني ينمو اكثر شيء باسرائيل. زين ادابتوجين. زين بين قوسين ادابتوجين يعني سيداتيف هيبنوتيك، يعني عنده انتي ستريس اكتيفيتي، يعني يسوي لنا كالمينج زين للبودي. و اكو دراسات تقول بي انتي كانسر اكتيفيتي. زين بس هو الميجر يوز الاشواغندا اللي هو شنو ادابتوجينيك انتي ستريس. واحد عنده ستريس يظل الستريس عنده عالي يقدر ياخذ الاشواغندا، اشواغندا روت. زين ذني ما تعتبر لا ستيرويدال سابونين ولا تعتبر شنو بنتاسايكليك سابونين. هي سابونين جلايكوسايد بس اذر ستراكشر. زين عرفنا هسه. نيجي عندنا الجلايكوسيد، جلايكوسيدال بيتر او بيتر برنسبل. سامعين بالبيتر برنسبل؟ بيتر برنسبل هذا اللي هم تعتبر سابونين، ستراكشر مالته ان ريليتد لا للستيرويدال ولا للبنتاسايكليك. زين البيتر برنسبل مثل الجنشن، شايفين هذا الجنشن هذا الازرق، الحبر الازرق اللي يخلونه على الطفل بحلق الطفل من طفل يصير عنده فانجاي او شيء. جنشن فايولت شايفينه مو بالصيدليات، يجي جنشن فايولت حبر اللي يسموه الحبر الازرق او شيء. زين هذا عبارة عن بيتر برنسبل. زين بيتر برنسبل هواي نباتات تحتوي على البيتر برنسبل. طعم مالته كلش بيتر كلش مر. زين نستخدمها وين؟ نستخدمها كتونيك كابيتايزر. ابيتايزر زين يعني جنشن دائما يشوفون هسه يشوفون الابيتايزر نشوف الانجريدينت مالته تحتوي على الجنشن. زين جنشن هو ابيتايزر ليش؟ لانه هو يعتبر بيتر برنسبل. زين شلون تشتغل هاي البيتر برنسبل؟ زيدنا السلفيشن، زيدنا السلفيشن يعني زيدنا السلايفا. زين زيدنا السكريشن مال الجي اي تي، زيدنا البايلري سكريشن. زين ستيمولييت ستومك انزيم. تمام هاي ستيمليت ستومك انزيم يعني حتى تساعد لنا ايدنج بالدايجستشن. زين زيد لنا الدايجستشن، زيد لنا الجاسترين ريليز. زين تمام
تمام. قلنا البيتر برنسبل، شو الميكانيزم اللي تساعد لنا على الدايجشن، على تساعد لنا على الهضم. زين، قلنا الاستخدامات مالته شنو، يوزد از شنو، نسميها تونيك اني دايجست تيربنس. زين، وبنفس الوقت ابيتايزر. ابيتايزر ليش قلنا؟ لان هذا ستيمولييت ابيتايت، تريجر سكريشن اوف دايجستيف جوس. زين، ستيمولييتنج تيست بود، هاي البادز اللي موجوده باللسان. زين، بالتالي راح تزداد عندنا سلايفا سكريشن. زين، انكريز بالستومك انزايم، هاي كلها تساعد لنا على الدايجستيشن. زين، بروتكتنج ذا جات تيشو. زين، يعني زي تقلل زي لنا التون اوف جاسترو ايسوفيجيال سفينكتر، هذا السفينكتر اللي بين المعده والايسوفيجس، زي لنا التون مالته، بالتالي تمنع لنا الريفلكس مال الجيرد. زين، شايفين واحد يصير عندنا جيرد، جيرد انتم بعدكم ماخذينه، واحد يصير عنده حموضه جيرد. زين، هاي البيتر ستيمولنت او البيتر برنسبل تزيد لنا السفنكتر تون. زين، بالتالي تمنع لنا هذا تمنع لنا الجيرد. زين، انكريز بالبنكرياتيك فانكشن، ممكن تفيد جماعه السكر. ليش؟ تزيد لنا البنكرياتيك فانكشن. تمام، هاي بالنسبه للبيتر برنسبل. A class of compounds that play an important role in digestion. They have been used through stomachic better tonic remedy for digestion, digestive disturbance. The mechanism of digestion. قلناها قبل شوية. Stimulate the appetite, trigger secretion of digestive juice. وبنفس الوقت تزيد لنا الستومك انزيم مثل جاسترين. تزيد لنا التون مال الجاسترو ايسوفاجيال سفنكتر. Promoting bile secretion. زين، يعني تزيد لنا البايل سكريشن، بالتالي تساعد بالديتوكسيفيكيشن اوف ليفر. زين، وانهانسينج بانكرياتيك فانكشن. زين، عندنا الكاسيا والجنشنج هي ذني الامثله على البيتر برنسبل. زين، هسه نجي على الستيفيا. ستيفيا روبيديانيا او روبيديانا. ستيفيا، تعرفون شنو ستيفيا؟ من يعرف شنو ستيفيا؟ ستيفيا دكتور، السكر اللي يستخدموه بالدال. ايه، السكر اللي يستخدمونه مكان شنو؟ مكان السكر العادي. زين، هاي فد نبات ينطي حلا. زين، 150 الى 250 الى 400 مره قد الشجر او اكثر من الشجر. زين، الشجر الاعتيادي، فسمول اماونت من عندها ينطينا فد حلا كلش عاليه. زين، هاي نسميها الستيفيا، الاكتيف انجريدينت ستيفيول، واكو الرابيدينوسايد. زين، رابيدينوسايد هو المسؤول عن الحلا مالتها. زين، ستيفيول هم نفس الحال، هم مسؤول عن الحلا مالتها. طبعا كميديسينال فاليو. زين، الميديسينال فاليو ما بيها ذيك الميديسينال فاليو. زين، بس هي تعتبر سويتنج ايجنت، سويتنج ايجنت. زين، شايفينها هيك اكياس تصير ستيفيا، يستخدموها بصناعة الدايت، حلويات الدايت، وأي واحد عنده دايت ميري ديسمان على أساس ياخذ ستيفيا. زين، أو عنده سكر. زين، يريد طعم حلو ياخذ ستيفيا. زين، مفهوم لحد هنا؟ مفهوم لحد هنا؟ هسه خلصنا الساقونين الجلايكوسايد احنا. زين، هاي الستيفيا طبعا الأوراق مالتها هي بيرينيال شراب. زين، سويتنر، يعني بين قوسين سويتنر. زين، ستيفيول ما بيفيد ميديسينال امبورتنس، مجرد انه تعتبر سويتنر. زين، اكو حد عنده سؤال على السابونين جلايكوسايد لحد هسه؟ سابونين جلايكوسايد، احد عنده سؤال؟
دكتور الستيفيا هي اللي عندهم سكر قليل ولا السكر اللي عندهم عالي؟ ستيفيا هي محلي، محلي مال يعني هو اللي عندهم خفض يعني السكر مالهم نازل مو؟ لا باو، هي اللي بيشنت اللي عنده سكري ديابيتس زين، ما يقدر ياخذ شوغر عادي، ما يقدر ياخذ الشكر العادي زين، اما ياخذ سكرين هاي الاقراص مال السكرين، او ياخذ ستيفيا. الستيفيا ما ترفع السكر بالدم بس تنطي طعم حلا اكثر من الشوغر 250 ل 400 مره زين، بالتالي يستخدموها لانه ما تزيد الوزن وما تزيد الشوغر بالبلاد زين، يستخدموها جماعه الدايت، يستخدموها جماعه السكري، هذول جماعه الديابيتس، هي هذا الاستخدام مالته. سويتنر محلي زين. بعد احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال؟ دكتور اللي اسمها ميتفورمين هيدروكلورايد لا لا ابني لا، وين رحت انت؟ ستيفيا يعني نبات، تختلف، هاي تختلف عن عندي الاستافيا. ميتفورمين، ميتفورمين هذا ساينتفك دراج، احنا كلش بعيدين عن هذا، تاخذونه بالفارماكولوجي زين. ستيفيا مو علاج، ستيفيا محلي، محلي يعني شنو؟ شنو محلي؟ يعني بنخليه احنا بالشاي، شاي يصير حلو، بنخليه بالمي، المي يصير حلو يعني زين، بديل عن السكر. ما ترفع السكر بالدم زين، تمام تمام ما له علاقة بالميتفورمين. تمام، حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال حد هنا؟ تريدون دكتور عيد البيتر برينسيبل الميكانيزم مالتها. البيتر برنسبل كميكانيزم اوف اكشن زين، تزيد لنا الجاستريك سكريشن زين، يعني الستومك انزيم الجاسترين، تزيد لنا السلايفا سكريشن، بالتالي راح تزيد لنا شنو؟ تزيد لنا عمليه التمثيل الغذائي زين، عمليه الهضم العفو زين، تزيد لنا الابيتايت، تزيد لنا تقلل لنا البيبتيك السر تمام، تقلل لنا التون مال الايسوفيجيال سفنكتر، مال الجاستريك ايسوفيجيال سفنكتر، بالتالي ما راح يصير عندنا اسيد ريفلكس، ما يصير عندنا اسيد ريفلكس. بعد شو يسوون؟ انكريز بالبايلر سكريشن، بالتالي ايد ان ديتوكسيفيكيشن زين، ايد ان ابزوربشن اوف ليبيد والفود، تزيد لنا البانكرياتيك فانكشن زين، زي من البنكرياتيك فانكشن يعني اكسكريشن مال البنكرياس، بالتالي هاي الفانكشن مالته زين. هاي بالنسبه للبيتر الاكزامبل، عندنا الجنشن فايوليت او الجنشن والكاسيا تمام، نشوفهم بيتر برنسبل يعني شنو؟ يعني دايجستشن، يعني ايد بالدايجستشن. بعد احد عنده سؤال؟ دكتور ولو معذرة يمكن سؤالي يعني كان بعيد جدا، ماذا أميز شلون من أبدأ أحسب ذرات الكربون بالستراكشرات؟ يعني توك أنت قلت الموقع الثالث. هاي فتشي كلش عويص زين، حتى انا ما اعرف، هو الدكاتره ما يعرفون زين، هذا باعهم على مال الكيمياء كلهم مخبول زين، كيفهم كيفهم، ما يقول لك ابدي منها وابدي منها، انت عبد مامور، لا بها قاعده لا بها، بس هو احنا اذا نطبق القواعد مالتنا انه نبدي من اقرب فرع، اقرب تفرع وننطي رقم واحد ومدري شنو، صدقني الاورجانيك كيمستري ما لها علاقه زين، تيجي تطبق القواعد اللي ينطوك هي تطلع كذب، يعني هم بعدين الترقيم مالتها كيفهم زين. هسه راح ناخذ انتراكويون ونشوف الترقيم مالتها زين، واحد اثنين ثلاثه، وبعدين راح على شكرا ذاكرة لك. واحد اثنين ثلاثه، ويعني هي هوسه زين، احنا مثل منين ما يبدون هم احنا نبدي، لا تضوق عليها لا قاعده ولا هم يحزنون، نمشي وياهم. أنا نفس السؤال سألت الدكتورة مالتي شكرا بالماجستير، لك. يعني سألت الدكتورة مالتي بالماجستير، لا دكتور ليش بدينا نرقم منها؟ هاي عكس عكس القاعدة اللي احنا نعرفها. فقالت ما كيفهم هم هذول جماعة الكيمياء القدامى بكيفهم زين، فاحنا نقول بكيفهم. بعد أحد عنده سؤال؟ تاخذوا الريست لو نكمل على الأنثراكوينون جلايكوسايد. لا والله دكتور نكمل. كمل.
انا بدي اخذ شوي. دكتور مو في اخر محاضره يعني دكتور؟ اذا ثلث ساعه نكمل لازم تخلصون بها. انا قلنا ريت كثير. تمام دكتور على راحتك. راسنا قام يوجعني. تمام دكتور، هاي الطلاب يقولون ناخذ ريس. ها هي يلا ماشي ناخذ ريس حتى التسجيل يصير قليل حتى بسيط. زين تمام دكتور تمام، هاي ربع ساعة هسه بالثمانية وعشرة، عشرة وعشرة نطب بالعشرة وعشرين دقيقة. تمام عشرة وثلث، عشرة وثلث. زين